تقع بلدة تحيط بريف درعا الغربية تحت حصار من تنظيم الدولة منذ أكثر من 80 يوما، حيث تقع البلدة على ضفاف وادي اليرموك الذي يفصلها عن الأردن، بينما الطريق الوحيد الذي يصلها بباقي بلدات المنطقة يتجه نحو بلدة سحم الجولان التي سيطر عليها التنظيم قبل شهرين. ويعيش نحو 3000 نسمة من أهالي حيط تحت حصار خانق فرضه تنظيم الدولة عليهم بعد أن فشل بالسيطرة على البلدة، والتي تعتبر الوحيدة بمنطقة وادي اليرموك خارج سيطرة التنظيم. هذا الطريق الوحيد إلى بلدة حيط، هذا الطريق وعر وصعب ويسبب عطل في المحركات السيارات ويسبب حوادث كثيرة. هذا الطريق وكفينا قصف الدواعش وقنصب على بلدة حيط، ويجينا بعد هذا الطريق صعب شيله على الناس كلها. حصار التنظيم هذا فرض على الأهالي ضرورة اللجوء نحو طريق الوادي الوعرة لجلب بعض الحاجيات من قرى بعيدة نسبيا عن البلدة، إضافة لاضطرار الأهالي للجوء للشرب من مياه وادي اليرموك وبعض الينابيع والآبار التي قالوا أنها لا تصلح للاستعمال البشري، وكانوا يستعملونها سابقا لسقاية المزروعات فقط. وبالحديث عن المزروعات، فإن أهالي حيط والذي يعمل معظمهم بالزراعة تركوا مزروعاتهم هذا العام وهجروها نظرا للظروف العسكرية والأمنية السيئة. ويأمل أهالي بلدة حيط أن يتمكن فصائل الثوار من استعادة السيطرة على المنطقة قريبا وفك الحصار المفروض عليهم من قبل تنظيم الدولة.